والله يا اختي، وتجربي هاد التبريمه اللي غادي نعطيك اليوم اللي برعتك بيها الا تحلفي انك عمرك ما غسلتي. راه الوسخ ديال السنين غادي يخرج منك، وتشوفي العجب المتعجب غادي يخرج لك من لحمك، غادي يولي تيشعل. الا كان عندك جلد الاوازه ما غيبقاش، الا كان لحمك فيه الحبوب ما غيبقاش، الا كان كحل مضبوغ وفيه تصبغات حتى حاجه ما غتبقى. غير جربي معايا هاد الوصفه هادي او هاد التبريمه هادي الرهيبه اللي ما نقولكش عليها. فاش غادي تجربيها غتتعشقيها من اول استعمال، وغترحمي ليا الوالدين. وما تنسيش اختك سناء من لايك فضلا وليس امرا. ايوا برعي ليا راسك في هاد العواشر هادي وفي هاد العيد هذا، وجدي ليا راسك وتهلاي لي في السلام راسك. عليكم العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه. اليوم اخوتي كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو، قلت لكم غنبرعكم هاد السيمانه هادي. ما كاين غير التبريمات وما كاين غير تهلو في راسنا، لانه دابا العيد قرب خاصنا نتهلاو في راسنا. ايوا اليوم اخوتي كيف ما شفتوا التبريمه اللي غادي نشارك معكم اليوم، راه ما نقولش لكم البنات رهيبه، ولكن قبل اخوتي ما نبدا الله يجازيكم بخير، وراني عارفه انا عزيزه وغاليه عليكم. ما تنساوش اختكم سناء من لايك، الله يجازيكم بخير ويكبر بكم. اول حاجه اخوتي غادي نبداو بها في هذه الوصفه هذه، غادي نحتاجوا هنايا عندنا الحنه. البنات الحنه راه ما نقولش لكم رهيبه في التبريمات، ضروري في التبريمات، لانه انا غادي ندير القياس اللي غندير انا وبنتي وغادي نستعملها. يعني تبريمه رهيبه كنديرها دائما، ما نقولش لكم كي كتخلي اللحم كتخليه روعه روعه روعه. انا غندير 4 ديال المعالق ديال الحنه، بحرة تكفيني انا والبنيه ديالي. هانتوما وكذلك هنا البنات غادي ندير ملعقه ديال العرعر. هانتو معايا، نتوما راكم عارفين العرعار القوه ديالو في التبييض، وكيعطي واحد البياض، واحد البياض رهيب 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 للجسم. نحركهم مزيان ونضيف البنات كذلك ملعقه ديال النشا. هاد النشا عاوتاني حتى هو خطير في التبييض. ونمزج العناصر مع بعضهم. نقولش لكم البنات وصفه خياليه، خاصكم تجربوها والله العظيم البنات، الا خاصكم تجربوها رهيبه بهاد المعنى هادي. ما نقولش لكم صافي. وكذلك هنا يا البنات غنضيف الصابون البلدي، غنضيف تقريبا واحد الملعقه بهذا الشكل، ملعقه ونصف هكايا. غادي نضيف الماء الدافئ تدريجيا، وبقاو معايا البنات باش نوريكم واحد السر غزال 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 من بعد كل تبريمه شنو ديروا. صافي غنبقى نمزج هاد العناصر مزيان مع بعضها حتى تجانس ليا. نزيد الماء هنايا، هنا مولفه كنحركها بيديا. دابا الا حركتها بيديا غادي نشتتها كامله. هنا البنات جبت مغرفه ديال العود باش نعرف نتحكم فيها. هانتوما وصفه البنات اكثر 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 من رائعه، والحمد لله والشكر لله. دائما كنلقى تعاليق من الحبابات على قلبي اللي تيقول لي سناء جربنا الوصفات ديالك اللهم لك الحمد ونجحوا معانا، هذه احسن حاجه كنسمعها من عندكم. الحمد لله راه اي حاجه نبغيها لراسي نبغيها لكم حتى نتومايا، ما نبغيش لكم ابدا المضره. صافي كيف ما شفتوا خوتي هانتوما، نبقى نحركها مزيان حتى تجانس ليا الخلطه ديالي. يا البنات كيف ما كتشوفوا ضروري خص هاد الجانس، نضيف ليه واحد شويه الماء لانه باقا شويه ثقيله. صافي نبقاو على هاد الشكل ونوريكم فين تيكون السر باش نجح معكم هاد الوصفه ويخرج العجب الوسخ ديال السنين. غتشوفوا غادي يخرج منكم. والبنات الا كانت عندكم حتى الشبه
شبه مطحونة غبرة ضيفوها حتى هي البنات اللي كتخرج العجب 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 كتخرجوا. صافي كيف ما شفتوا هنا يعني الخلطة ديالي ها هي هذه البنات انا راه كثرت لانه غادي نديرها انا الطفلة ديالي. صافي كنجيبوا البنات بلاستيك على هذا الشكل هكا ونغطيها ونخليها تخمر واحد شويه ونرجع معكم. هنا كيف ما شفتوا البنات غادي نطبق الوصفه على يديداتي غير غنوريكم. اما التبريمه غنخليها اختي تا ندخل الحمام. انا البنات راه غادي نديرها وغادي نغسل غير في الدار. نتوما كيف ما عارفين انا عندي بيبي صغيور يمكن لياش نمشي للحمام يعني ضروري خاصنا يعني ماشي ضروري نديروها الا بغينا نمشيو للحمام نديروها حتى في الدار ولا تتخرج الوسخ النيت الوسخ البنات كيخرج بحال الا مشيتي للحمام. صافي وغنخليها واحد شويه البنات تكونوا باغيين تغسلوا في الحمام ديروها وتجلسوا على الاقل واحد ربع ساعه وتحكوا وتشوفوا العجب 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 البنات غادي يخرج. ما نقولش لكم البنات داكشي اللي غادي يخرج غادي تصدموا منه. هنا البنات كيف ما شفتوا من بعد ما خليتها واحد ربع ساعه صافي غادي نجي نوريكم الطريقه باش تنجح معكم الوصفه ويخرج لكم الوسخ يعني غتبقاو دوزوا على هذا الشكل هكا هكا البنات هانتوما كيف ما شفتوا صافي نتوما في الحمام غتغسلوا ولكن انا دابا ما غنغسلش يعني تغسلوا المنطقه. هانتوما البنات شوفوا شوفوا على بياض شوفوا هانتوما غزاله 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 البنات هانتوما فن شوف الحنة هنا راه باقا في يديا هانتوما خوتي. نتمنى انه هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم خوتي وما تبخلوش عليا باللايك فضلا وليس امرا. وهاد الوصفه هاد البنات كيف ما قلت لكم خليوها تخمر مزيان 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 كل ما تخمرات كل ما كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه كل ما تخمرات كل ما كتعطيكم نتيجه زوينه. وديوها للحمام ديالكم واستعملوها تما وغادي تشوفوا ما شاء الله كيفاش غتولي اللحم ديالكم يولي رطب 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 تيشعل والوسخ وحتى دوك اللي تيكونوا هنا ديك الكحوليه اللي كتكون هنايا اللي كتكون في الركابي ما كتبقاش نهائيا ما كتبقى حتى شي حاجه وغادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا تشجيعا لكم لعنا والله يجازيكم بخير. وفاش تساليو ان شاء الله وتغسلوا وتخرجوا من الحمام دهنوا الجسم ديالكم بشي حليب اللي رطب باش يخلي لكم الجلد ديالكم رطب وبصحتكم وراحتكم التحميمه. يلا خوتي تهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم باذن الله مع السلامه.